على المسلم أن يتنبه لألفاظه. وهناك عدد من الألفاظ عباد الله التي درجت على ألسن كثير من الناس هي من قبيل الشرك أو المعصية لكنهم لا يعلمون، فعلى المسلم أن يتنبه لألفاظه ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، وليكن شعاره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه عباد الله. ومن هذه الألفاظ أن يقول المسلم: ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان، أو ما لي إلا الله وأنت، أو نحوها، فإن ذلك كله لا يجوز وشرك في الألفاظ. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فعن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه الألباني. فيستخدم لفظ ثم بدل أن يستخدم لفظ الواو. كما أن على المسلم اجتناب الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالآباء أو الأبناء، أو بحياة فلان، أو بالعرض والشرف والأمانة، أو بأي مخلوق من المخلوقات ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فعن سعد بن عبيدة أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وصححه الألباني.